السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ويسخان الندوي المتخصص في الأدب العربي من دار العلوم لندوة العلماء لكنو. نستقبلكم في قناتنا تعلموا العربية عبر الإنترنت. إخواني، قد حل علينا العام الهجري الجديد، فأريد أن أشارككم معلومات عن العام الهجري الجديد. إخواني، هل تعلمون متى بدأت السنة الهجرية؟ بدأت السنة الهجرية عند المسلمين عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، وكان ذلك في عام 22 و600 من الميلاد. ولكن كثيرا منا لا يعلمون أسماء الشهور الإسلامية، فأريد أن أخبركم بأسماء هذه الأشهر. فأول شهر من العام الهجري الجديد هو محرم، وهو من أعظم شهور السنة، والصوم في هذا الشهر أفضل التطوع. والشهر الثاني صفر، ثم ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الأخرى، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. وإذا دخلنا شهرا جديدا من العام الهجري قرأنا دعاء ورد في الحديث الشريف: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. وينبغي لنا أن نستقبل عامنا الهجري الجديد بالتوبة والإنابة إلى الله وبترك المنكرات والمعاصي، ونستقبل هذا العام بعزائم جديدة. أخيرا، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا العام الهجري الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.